المحبة ببساطة هي الله. المحبة ببساطة هي الله. لأن الكتاب بيقول الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ما دام من كل قلبك يعني القلب كله بتديه لمحبة ربنا، مش لحد تاني، لا مش لحد تاني، القلب كله لله. لذلك لما تحب اشياء خارجة عن الله تبقى دي خيانة لله، خيانة لله. محبة العالم عداوة لله. وقال ايضا ان احب احد العالم فليست فيه محبة الآب. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وشهوته معه. طبعا لانه ان احب احد العالم فليست فيه محبة الآب. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. يبقى معنى كده ان القلب كله يعطى لله، والحب كله يعطى لله، والله يملك كل مشاعر الانسان، كل عواطف الانسان، ولا يكون في القلب الا الله وحده. ان مرة راهب من الرهبان كان ماشي يصلي وقلبه متعلق بربنا في صلاته، وبعدين بص لقى ملاكين ماشيين، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فلم يسمح لنفسه ان يلتفت ليرى واحدا منهما، وكان يقول لذاته لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة يمكن ان تفصلني عن المسيح. انا دلوقتي منشغل بربنا مش هنشغل بالملائكة. القلب كله معطى لله، القلب كله معطى لله. ليه؟ لان النشيد بيقول حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسن. حبيبي لي وانا له، حب متبادل عجيب بين الانسان وبين الله، لا يعطيه فرصة اطلاقا انه يحب حاجة تانية. بل اقول لك صراحة، اذا كنت تحب الله محبة كاملة العالم كله يصبح لا شيء في نظرك. خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. يصبح العالم كله نفاية. لماذا نحن نحب بعض اشياء في العالم؟ لان محبة الله لم تتمكن منا تماما، لان محبة الله لم تتمكن منا تماما. اوعى تفتكر ان ربنا يريدك كانسان متدين انك تؤدي فروض او واجبات، ابدا. الله لا يعطيك فروضا ولا واجبات، انما عايزك تحبه زي ما بيحبك.
عايزك تحبه زي ما بيحبك. طب وهو بيحبك ازاي؟ بيقول الكتاب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. أحبهم حتى المنتهى. أنت بتحب ربنا كده حتى المنتهى؟ أحبهم ومات عنهم. فهل أنت بتحب ربنا لدرجة أنك أنت تموت من أجله؟ أحبهم وقال لهم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت حيث يكون الله تكون أنت كذلك؟